وأحمد أبو أحمد بن مرخان محمد بن راشد بن مرخان يعلن عن حركة جديدة وشوط آخر أيضا يذهب الآن. هو السادس عشر، هو السادس عشر، هو شوطنا المقرر لفئة الجعدان. يا سلام عليكم من جعدان يتنافسن في الميدان، في ميدان الهباب، وهذا المنظر الرائع وهذه الأسماء الحاضرة وهذه التحديات. نتابع مشاهدينا الأعزاء، بن معدن حاضر على المقدمة، بن معدن حاضر على مقدمة الشوط، وعندنا أيضا سعود بن يعقوب بن عبد الله السعيدي مع شاهين بالمركز الأول، بن معدن بالمركز الثاني يتقدم، والمركز الثالث أقول هناك القادم اللي هو المستشار سعيد بن صويح بن علوبة العامري، والخوف القادم من هذا الشعار، شعار بالقوم وبالرشيد، شعار المفتي خليفة بن راشد بن سرداح من يقدم لنا المفتي بالمركز الثالث والمركز الرابع بن صويح والخامس بن رشيد. ولكن روح 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 عنهم يا السعيدي، روح روح. الله يا هالهباب خطيرين، والله انهم خطيرين. اذا سبقتهم اليوم انت يعني بتكون جوكر في كل الميادين، جوكر الاحمر في كل الميادين. شاهين سعود بن يعقوب بن عبد الله السعيدي هو بالمركز الاول، هو من يتقدم بالمركز الاول، يروح يوم الشوط حساس يركض طرب لي يهبه النود، وروح وروح وعصاف الابطان شاهين واسرع من الشواهين. الله الله الهباب قادمين، القفاي قادم، سعيد بن عتيج بالقوم بالقوم يا بالقوم. النقطة الثانية، النقطة الثانية، روح 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 روح، تلحق 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 السعيدي، روح يا راعي شاي طلع الحصان الابطال. ولا ابدا 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 ابدا، ولكن حرك 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 شاهين سعود بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، صباح الخير. والناموس الثاني القفاي وسعيد بن عتيج يا بالقوم. المركز الثالث البن سرداح، الرابع البن معدن، الخامس البن صويح. توقيتنا دقيقتين 11 ثانية، 11 ثانية، دقيقتين و11 ثانية.